مرحبا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة شفنا وتابعنا صور من أجمل المناطق اللي ممكن نشوفها في مصر، وهي صور بننقلها لحضراتكم من منطقة الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان. زي ما هتشوفوا الصور وشكل المخطط ازاي محسوب بدقة، وفي تنسيق للطرق، وزارة السكان الحقيقة بتتابعهم خطوة بخطوة، وخلاص بتنتهي من أعمال الطرق عشان يتم تسليمها للمستحقين. وطبعا واضح المجهود المبذول ان احنا كمان مهتمين بالشكل الجمالي. خلينا نتابع الإجراءات في هذا المشروع. بينضم لنا المهندس عبد المنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان. باشمهندس مساء الخير وتحياتي ليك. أوضح يا ستك المشروع. أهلا يا فندم، مساء الخير. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. خلينا نسمع من حضرتك عن إيه اللي وصلنا له في هذا المشروع يا فندم، اتفضل. مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان من أكبر المدن اللي فيها مشروع إسكان اجتماعي بعد مدينة 6 أكتوبر. عندنا في العاشر من رمضان أكثر من 57 ألف وحدة سكنية موزعين بأحياء المدينة، الحي العاشر، الحي التاسع، الأحياء مرحلة الرابعة، الحي 15 و16، وعندي كمان في الأحياء 29 و30 وال31 وال33. وعندي كمان في مشروع المرحلة الثالثة جاري البدء في تنفيذها، حوالي 13000 وحدة من ضمن ال 57 شارع الحي 16. المشروع بيتميز ب أولا المشروع المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بالكامل، المرحلة الثانية على وشك الانتهاء منها تقريبا برضه وتسليمها، شاملة تنسيق الموقع، شاملة شبكة طرق على اعلى مستوى وربطها بالطرق الرئيسيه بالمدينه والطرق الاقليميه المحيطه، علاوه على تزويد الوحدات السكنيه بالاسكان الاجتماعي بكافه المرافق، ميه شرب، الصرف الصحي، التليفونات، الغاز الطبيعي، علاوه على شبكه مواصلات. الحمد لله مدينه العاشر من رمضان تم توفير حوالي 25 اتوبيس نقل جماعي للمدينه بالكامل، هيكون للاسكان الاجتماعي نصيب كويس في هذه الاتوبيسات، لربط الاسكان الاجتماعي برضه باحياء المدينه القديمه بالاسكان الاجتماعي، وكذا ربط الاسكان الاجتماعي بالاحياء بالاقاليم المحيطه. باشمهندس حضرتك بتقول المرحله الاولى انتهت وعلى وشك الانتهاء من المرحله الثانيه. بالظبط. هنبدا نسلم الناس الوحدات امتى يا فندم؟ لا يا فندم، انا المرحله الثانيه تقريبا على وشك الانتهاء من تسليمها برضه. انا المرحله ممكن استلمها في خلال سنتين مثلا او سنه ونص. مجموعه الامارات اللي بستلمها كامله مرافق وطرق وتنسيق وغاز وكله بسلمها. الثاني بيجي لها عداد الكهرباء. يعني احنا اقتربنا على اننا نسلم المرحله الثانيه للمواطنين. الانتهاء من تسليمها كمان للمواطن. التنفيذ بس. يعني التسليم يعني خطوه لاحقه للاستلام. طيب خليني اكلم حضرتك، يعني انه فكره اننا نعمل مشروع اسكان اجتماعي يكون خدمي وفي نفس الوقت كمان تتوافر فيه ال 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 المظاهر الجماليه او المظهر الجمالي، وده يمكن حرص واضح من وزاره الاسكان الفتره اللي فاتت ان هي تقدم مناطق سكنيه ادميه وفي نفس الوقت راقيه تليق بالمواطن المصري. كلمني عن التصميمات اللي موجوده في هذا المشروع يا فندم. اولا من حيث التصميم، الوحدات الوحده مسطحه 90 متر، عباره عن صاله بمطبخ بحمام، بالاضافه الى 3 غرف للنوم، غرفه لرب الاسره وغرفه للاولاد وغرفه للبنات. بتتميز بمسطحات خضراء اعلى نصيب الفرد المسطح الاخضر موجود في الاسكان الاجتماعي، بس الفرد فعلا طبقا للمواصفات العالميه. بالاضافه الى شبكه خدمات داخل الاسكان الاجتماعي غير مسبوقه، نوادي، مع تم انشاء 2 نادي، كل نادي على مسطح اكثر من 18 فدان، في حمامات سباحه، في نادي اجتماعي، في ملاعب، في ملاعب سله، ملاعب باسكت، ملعب كره قدم، صاله مغطاه، نادي على مستوى عالي جدا، 2 نادي.
مدارس اكثر من 29 مدرسه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم اكثر من 8 مدارس وجاري نهو اكثر من 7 مدارس بالتوازي مع المشروع، حضانات على مستوى راقي جدا لابناء السكان بالمشروع، اسواق تجاريه حضاريه منتشره في انحاء المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الصحية ما ننساهاش برضو. عندي خدمات صحية سواء وحدات صحية موجودة داخل المدينة، وحدات صحية منتشرة بعدد مناسب، بالإضافة إلى مراكز طبية على مستوى أعلى من الوحدة الصحية شوية اللي هي ممكن تستوعب إجراء عمليات جراحية يعني الخدمة الطبية فيها أوسع كتير من الوحدة الصحية. بالإضافة إلى دولة رئيس الوزراء والقيادة الأساسية، تم تكليف الشركة الوطنية للمقاولات بإنشاء مستشفى 220 سرير وجاري البدء في تنفيذ دي لخدمة يعني السكان اللي هيكونوا موجودين في المشروع أو المنطقة بشكل عام. المشروع سكان المدينة بالمستشفى بالنسبة للمستشفى. تمام. فانت بتتكلمي على مشروع متكامل جميع العناصر سواء من حيث السكن او الخدمات او شبكه المواصلات او شبكه الطرق وكافه ما تتخيليه من خدمات متوفره. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح المهندس عبد المنصف الرفاعي رئيس جهاز تنميه العاشر من رمضان، شكرا يا فندم. طيب المناطق دي او مشروعات الاسكان الاجتماعي دي للاسف مش احنا اللي المفروض يعني نتكلم عنها، لان اي كلام بيتقال فيها هو هيكون كلام، احنا بنقول كلام في برنامج، لكن اللي يتكلم عن المناطق دي او الاسكان الاجتماعي ده مثلا او غيره كتير من اللي الدوله قامت بيه، او مثلا مشروع زي الاسمرات او تل العقارب، الناس اللي كانت ساكنه في الجحور وبقت ساكنه هناك هي افضل حد يتكلم ويقول وينقل تجربته وينقل تجربه ولاده، وولاده نفسهم يتكلموا عن التجربه دي. لكن احنا مهما قلنا من كلام احنا بنتكلم عن مشروع شايفينه هايل وكويس ونفسنا مصر تبقى شكلها افضل ونفسنا الناس كلها تعيش في مستويات متقاربه وتعيش حياه ادميه وحياه نظيفه، لكن اي كلام يتقال مش هيوصل لحقيقه قيمه المشروعات دي إلا من عاش التجربة، إلا من عاش في منطقة زي تل العقارب قبل التطوير وكان ساكن فيها وكان عايش، ولاده كانوا عايشين في جحور حواليهم الحشرات والفران، ودلوقتي هيعيش في بيت آدمي في بلكونة بيطلع منها يبص يلاقي الجرين أريا. في فرق كبير جدا على فكرة بين الاتنين. فاحنا بنتكلم في موضوع، في ناس ما ممكن تقعد تنظر وتقول لك اصل الدوله بتعمل، ما هو اصل انت لو كنت ساكن في منطقه من المناطق دي ما كانش بيبقى عندك ميه وما كانش بيبقى عندك نور، وكان في تجار مخدرات منتشرين في المناطق، وبنتك ما كانتش بتعرف تتحرك ولا تمشي، وابنك ما كانش بيعرف يمشي، وبقيت ساكن في المنطقه دي كنت هتعرف قيمتها. مجهود هايل من وزارة الإسكان في ملف الإسكان الاجتماعي.